الأضحية الأصل أن تكون في البلد، الأضحية أن تكون في البلد، هذا هو الأصل. لكن لو ضحى خارج البلد لحاجة فلا بأس، كأن تكون الحاجة مثلا في مجاعة أو فقر أو كذا، أو يكون ما عنده المال الذي يضحي به داخل البلد فلا بأس إن شاء الله تعالى، تصح الأضحية خارج البلد، والأفضل أن تكون في البلد وأن تذبحها أنت بنفسك، هذا كله من الأفضل، لكن تصح إن شاء الله تعالى الأضحية خارج البلد.